سالوي مي شيغ زيليف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك اليوم غادي نشوفوا درس جديد، نموذج جديد. غادي نشوفوا اكتيفيتي اورال، يعني غادي نخدموا واحد الموضوع على برودكسيون. ديجا كنت خدمته معكم بزاف ديال المرات، يعني كنا غاديين في المراحل ديالو، درنا له يلا لو كانفا، موضوع ديال ان الوالدين بغاو يقطعوا لابونمون، بغاو يقطعوا الانترنت على الابن ديالهم. دونك شنو هي ردة الفعل ديالو، يعني شنو الحوار اللي غادي يدور بيناتهم. دونك نقراو هنايا لو تيكست، نشوفوا السوجي اللي عندنا باش نعطيكم النموذج اللي صايب. Produire des péripéties appropriées à partir d'une situation d'écriture précise. Donc, on a le mot maintenant, les péripéties, quand le nœud, le عقدة, quand on a fait l'abonnement, les péripéties, on a fait le حوار, on a fait le droit. Donc, on a parlé comme sujet, suite à l'intention de tes parents de mettre fin à leur abonnement Internet, on a fait l'abonnement Internet, tu interviens, tu entres pour contester cette idée. باش انك تعارض هذه الفكره هذه، يعني انت كابن شنو هما الجمل، شنو هو الحوار اللي غادي يدور بينك وبين لي بارون ديالك والديك على هذه الفكره هذه. Je relis le sujet déjà proposé. عاود نقرا السوجي. Je planifie des événements pour entretenir le suspense. يعني وندير بزاف ديال لي زيفالمون ديال احداث لي بيريبيسي، يعني نفوتو لو نو بيريبيسي عباره عن ديالوغ، يعني هضره شنو الحوار اللي غيدور بيناتكم. هنا لو نو العقدة، intention de mes parents d'annuler leur abonnement internet، يعني الفكرة ديالهم ان النية ديالهم انهم يقطعوا الانترنت. رياكسيون، جو كونتيست سيت ديسيزيون، غادي نعارض هاد لا ديسيزيون، هذا غادي نعارض هاد القرار، القرار اللي غادي ياخذوا انهم يقطعوا لابونمون. هو ديجا حنا شفنا في لونو انهم ديجا قطعوا لابونمون. هنا لي بيريبيسي شنو يعني الاحداث، شنو هو الجمل اللي غادي يدوروا بيناتكم. هنا بالنسبه لي بارون، غوفي دو ديسكوتي اون ديسيزيون ايريفوكابل، يعني هنايا بعدا ما غاديش يهضروا، ولا غادي يديروا مثلا شي حلول تلقائيه، ولا غادي ياخذوا شي قرار. صافي ما باغينش يهضروا مع الابن ديالهم، صافي قروا ياخذوا واحد، يقطعوا لابونمون. ميغ انترنت اتي، مثلا شنو هما الحوارات، شنو هو الهضره اللي غتقول الام. هادو عطاونا دي زيكزامبل نخدموا بهم، زائد نضيفوا من عندنا. انترنت ات اون سورس دو بروبليم غراف، يعني قالت له الام الانترنت هو مصدر ديال المشاكل. بير لا ديسيزيون دانيلي لابونمون انترنت برون اون كونت تي انتيري، يعني هي حنا على قبل مصلحتك. هاد الجمل هادو ممكن حنا نعاودو نبدلو بطريقتنا، على قبل مصلحتك حنا غادي نقطعو لابونمون انترنت. بير اكزومبل دو ريسك، عطاه مثلا شي اكزومبل ديال المشاكل ديال الانترنت. بير دوموند ان طون دو ريفليكسيون افون دو بروندر اون ديسيزيون فينال، يعني اي ياخذ واحد شويه ديال الوقت قبل ما ياخذ واحد القرار نهائي. بالنسبه للموا، يعني انا اللي غنعارض، انا الابن اللي ياخذ خدو ليا. انسيستون سور لا نيسيسيتي دو كومبروندر لي ريزون دون تيل ديسيزيون. فو انيغونس توتال دي ريسك، يعني انا جاهل بلي ريسك، ما باغيش نعترف بان كاين مخاطر. انترنت ايد كونسيديرابلمون افير لي ديفوار سكولير، خصني نقنعهم بلي راه انا كيعاوني باش ندير التمارين ديالي. تونتاتيف دو راسوري لي بارون، يعني اكسبليكي، تشرح لي كومون كيفاش كتستعمل الانترنت. انولي لابونمون انترنت بريفاسيون، زعما تقنع الاب ديالك الى قطعتي الانترنت، اذا راك بريفي يعني كتمنعو من واحد لا سورس ديال الريشيرش، وانك الاستاذ ملي كيعطيك ريشيرش شنو كدير. يعني خصك تحاول تقنع الاب ديالك باش ما يقطعش الانترنت، ولا باش يرجع الانترنت على حسب دونك الموضوع، يعني واش قطعها وانت طالعك الدم، حيت فلونو حنا شفنا ديجا انها تقطعات. غوميرسيمون انكوراجي لي بارون ا بروندر لا في دوتر بيرسون افون دو بروندر اون ديسيزيون. وفي الاخر يعني ملي كتقنعو، يعني صافي هو كيوافق، كيعطيك فرصه اخرى، وهنا انت كتشكرو. اذا هنايا دابا غادي نعطيكم النموذج. حنا ديجا دخلنا لو نو لي بيريبيسي، اذا هذا اكت 2 الفصل الثاني لا سين 3، يعني من المسرحيه ديالنا. اكت 2 سين 3. لو ديكور ريبريزونت ان صالون، انا كنعطيكم لي ديداسكالي باش تعرفيني المكان فين، لو طون، يعني كيقدم لينا واحد صالون. سيت اون وي دوس تو لو موند ا طابل، يعني واحد الليله يعني هكا بارده تياد، كلشي في الطابل امونجي اللي كيتعشاو. لو بير ايكوت مون فيس، سي تو فوا لو في دو كوبي لابونمون اي انجوست تو اتور، يعني اللي كنتي كتظن ان لو في دو كوبي اننا نقطعوا الانترنت انه غير عدل، شي حاجه اللي ظلمناك زعما، راك غلط. لا مير وي مون فيستون، يعني ابني لي ريزو سوسيو سون تري دونجورو، يعني هنا كيبينوا له المخاطر ديال لي ريزو سوسيو، انهم
très dangereux, mais ça va être pour la santé, etc. Le fils, l'air triste, يعني حزين, mais j'aurais besoin pour travailler. Voilà qu'il y a un coup de message, l'abonnement. Je l'aurais besoin pour travailler. يعني غادي نكون محتاجة أنا باش غادي نخدم. هنايا الابن خصو يحاول يقنعهم باش يخليو له لابونمون. لو بير: سي tu as vraiment besoin de travailler, va à la bibliothèque. إلي كنتي نتا محتاج فعلا أنك تخدم سير البيبليوتيك. يعني الأب هنا رافض، ما بغيش يسمع ليه، سير البيبليوتيك. La mère: ne te fâche pas, يعني ما تقلقش. Nous cherchons juste ton bonheur, يعني حنا كنقلبو غير على السعادة ديالك. Car l'internet a des mauvaises influences sur la santé. ان الانترنت عنده تأثيرات صعيبة على لا سونتي، الصحة. دونك هنا الأم كتحاول حتى هي تبين له لي دونجي ديال الانترنت. لو فيس: alors quand le professeur me charge de faire un exposé، الأستاذ ملي يكلفني أنني نصايب شي بحث، je suis obligée d'aller au cyber، يعني نكون انايا اوبليجي انني نمشي للسيبر. يعني هتقطعوا لي لابونمون، نولي انا خصني نخرج نمشي للسيبر. دونك هو كيحاول يقنعهم حتى هو يعني ياثر فيهم، ياثر فيهم ان عنده توا بحث، عنده قرايه، اتسيتيرا. دونك هنا اما غادي ديروا ان الاب غادي يوافق ويعطيه فرصه اخرى، اما صافي الدري غادي يقتنع. يعني النهايه اللي بغيتو ديروها. لا مير: tu n'étais pas raisonnable, يعني ما كنتيش معقول. tu passes des nuits blanches devant l'écran, يعني كنتي كدوز كاع الوقت كامل ديالك كيمشي غير قدام ليكرو، ما كنتي زعما قد المسؤوليه اننا مخلي لك لابور. دونك هي كتحاول حتى هي ما تقتنعش بالهضره ديالو، صافي هما عندهم خداو قرار. دونك هنايا لو بير va te coucher، يعني سير تنس. C'est inutile de chercher à nous convaincre. يعني قال له راه بدون جدوى انك تي كتقلب شيرشي ان كونفانكر، تقنعنا راه لا فائده من انك تقنعنا، صافي حنا قرار ما غاديش نرجعوا فيه، صافي. قال له سير تنعس. لو فيس: سيل فو بلي مون بير، جو تو برومي كنوعدك دافوار اون بون نوت سو سيمستر، انني نجيب نقطه زوينه هاد السيمستر هذا، دوزيام سيمستر. لو بير ساتيسفي، يعني راضي، يعني فرحان. قال كنتمنى، جو ليسبيغ، كنتمنى يعني تجيب النقطة. دونك بالنسبة لي كومونتير كنلقى عندي بزاف، باغي شو كتقول لي خلي لينا اللين ديال باج فيسبوك، وانا ديجا كنحطو في صندوق الوصف. ما عرفتش واش ما كيطلعش لكم في صندوق الوصف ولا شنو هو المشكل اللي عندكم، يعني ممكن تقولوا لي توضحوا لي اكثر باش نعاونكم. الا كان ما كيطلع لكمش ليا في صندوق الوصف ولا كاين شي مشكل، حيت انا قلت لكم ديجا انا كنحط لكم كاع الدروس في الفيسبوك باش هكا كنعاود اللي عنده كنعاونكم. يعني حتى اللي عنده نجم 6 ما كيشارجيش كل نهار، يلقى نفس الدروس يعني محطوطين، ولا الدرس مثلا عاد يوصل ليه. امتحانات درت واحد السيت، يعني حطيت لكم كاع البي دي اف اللي كتبها عندي الامتحان، المهم غادي تلقاو كل شيء تما. بالنسبه في الاول ديال الفيديو كنت قلت لكم غادي نخدم معكم اكتيفيتي اورال، دونك غير مع الزربه وخطات اكتيفيتي اللي عندنا هذا دابا اكري، باش ما تبقاوش تقولوا كيفاش اورال وحنا كنقراو اكري.